الو، الو، ايوه، ازيك يا رانا؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. بصي، كنت عايزة اعرف 10/3 تمام، في كل حاجة بقى، ماشي، وعندي سؤال، اتفضلي. هي الخرائط الفلكية تبقى حقيقية ولا لأ؟ الايه؟ بس الخرائط الفلكية بتبقى حقيقية ولا لأ؟ يعني ايه الخرائط الفلكية؟ يعني ايه يا رانا؟ الخريطة الفلكية اللي بتحطي فيها التاريخ واليوم والحاجات دي كلها، وبيطلع بقى منها القمر والزهرة والحاجات دي كلها. اوكي، طبعا طيب، حقيقيه لان هي مدارس، بس دي شق تاني خالص عن يعني دي موجوده فعلا وحقيقيه طبعا. اوكي، لكن دي مدرسه تانيه خالص غير الطريقه بتاعتي انا، يعني ده فيها نسبه كبيره من علم الارقام يعني. تمام. انت فاكره تاريخ ميلادها بقى عشان نسيت لا، ودخلت في الخريطه قالت الفلكيه. حاجه 3، 10 3 او 1 3 مش فاكره. تقريبا. اوكي، هي قالت برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت الفترة ديت، لسه كنت بقول من شوية عاطفيا يخلي بالهم، لأن يعني بالبلدي كده هو عاطفيا، سواء حد متجوز أو حد مرتبط أو حد مصاحب أو حد خاطب، في تلكيكة من الحبيب للبنت يعني، فاهمة؟ عنده تلكيكة، عنده كدبة، عنده حاجة غلط بيعملها، فما دايما الحوت بتضيع حقها بطريقتها. اوكي، او بتتفاجئ فبتبقى بتتعصب جدا جدا فبتضيع حقها. فبقول لها اقعدي هاديه خالص، اتفرجي، علشان كل الحقيقه كلها هتظهر لها. يعني في خلال اسبوع 10 ايام بالكثير الحقيقه هتظهر، لان برج الحوت على قد ما هو بيصبر وكل حاجه، لكن مع الحبيب هو اعمى، ما بيصبرش خالص وبيبقى دايما بيضيع حقه في طريقته. طيب، ناخد رسالة كمان. في حد بيسأل عن 27/7. 27/7 الأسد، بس دي العشرية الأولى تاخد من السرطان. الفترة دي عند برج الأسد الدنيا حلوة. أوكي، الدنيا ماشية عندهم وحلوة عمليا على الأقل. أوكي، يرتبوا أوراقهم، بس يرتبوا أوراقهم، ولما يستشيروا حد يستشيروا حد يكون بالنسبة لهم أوكي، ويبقى لأن يعني مش يرغوا مع ناس كتير، لأن برج الأسد لما بيتكلم في حاجة أو بيجي بيتكلم في مواضيع، المواضيع عنده ما بتكملش. فيمشي بمبدأ يداري على شمعته عشان تقيد يعني. يعني لو هيسأل حد أو يستشير حد في حاجة، مش أكتر من شخص واحد. طيب، أميرة بتقول أنا الأسد وجوزي الدلو، بس كده، بس هي مش كاتبة تواريخ. أوكي، الأسد والدلو من الأبراج اللي لازم يتقابلوا مع بعض. أوكي، وخصوصا ست الأسد وراجل الدلو. بس الدلو بيبقى مستفز شويه لست الاسد، يعني هو بارد شويه او هادي شويه، او ردوده ما بتبقاش دايركت، دايما ردوده بتبقى من تحت لتحت، فدايما ده يستفز ست الاسد. اوكي، لكن هم كمتوافقين، طبعا في توافق ما بينهم الاثنين، حظهم الفتره دي حلوه جدا جدا، يعني ما فيش حد هيعطل التاني في حاجه سواء الدلو او الاسد. لكن ست الاسد بتجري في احداثها، فبقول لها الفجوه اللي ما بينهم ان هو دايما بيتاخر في قراراته او في ردوده، فبقول لها انت كمان بتجري بسرعه، فتحاول تهدى شويه عشان يوصلوا مع بعض، فاهمه؟ طيب، اخر رساله واحد